انا السيد رمضان من مدينه وجده. حنا سائقين ديال سيارات نقل البضائع. حنايا كنخدموا نقل البضائع، اللي بغى يهز نقل البضائع مع بزو ولا كنهزوه. وحنايا المشكل ديالنا تفاجئنا بواحد الخبر جانا في هاد السيمانه باللي البيرميات كيتحجزوا 3 شهور في طرابوبليك وكيديروا لنا النقل السري. وحنايا في هادي وجده ما عندنا معامل، ما عندنا فين نخدموا، ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا غير هاد لونطات باش حنا عايشين. الحدود مبلعه، كلشي مبلع، ما عندناش كي غادي نديروا. ضروري خصنا الناس كاين اللي بولادو دروك، حنا صحابنا قبضوا واحد 20 واحد قلعوا لها البيرمي. غادي الهوندا لابد يحطها، ولا حط الهوندا ولا قبضوه يخدم بلا بيرمي غادي يديروا له كيقولوا له غرامه ماليه كبيره، وتقدر تولي جنحه حتى يضرب الحبس. يسوقوا لها بيرمي راه فيها الحبس، ما يمكنش. خصكم تقلعوا علينا هذا الشيء، هادي تاع البيرمي خصها تحيد. ونطلبوا من سيدنا الله ينصره والله يشافيه، يشوف من حالتنا هاد مدينه وجده. ما كانش اللي عطانا الحقوق ديالنا. هاد الهوندا منذ زمان وهي كتشكى. عاش الملك، عاش الملك. نتمنى من السلطات تسمع لنا هاد الكلام ديالنا واش رحنا نقولوا. نتمنى من السيد الحمواشي يحاول يهضر مع السلطات، يتعاطفوا معنا شويه ويديروا لنا شي حل. الا كان شي رخصه اللي نسوقوا بها ونخلصوا عليها يزيدوها علينا، بصح باش يقولوا لنا ما كانش الحل خصنا نديروا حل. غير حنا اصحاب الهوندات اللي كنهزوا جوج بلايص كيقول لك النقل السري. ما يمكنش غادي تهز واحد الانسان وانت ما هزش معاه الصوالح ديالو، ضروري غادي تهزو بالسلعه ديالو. واش هاد السيد غادي يهز السلعه ديالو ويمشي في الطاكسي وانت تمشي معاه؟ ما غاديش يثيق فيك، ضروري غادي هو غادي خصو يمشي معاك. مرات يكونوا معاه جوج تاع ولادو صغار، واش غادي يفرق ولادو ويمشي معاك غير هو بوحدو؟ ما يمكنش، ضروري الطاكسي ما كتهزش. يديروا لنا حل هاد الشيء ويسقطوا علينا هذا البيرمي تاع 3 شهور ما يبقاش. ونطلبوا من هاد الناس المسؤولين يشوفوا في الحاله ديال هاد الناس الله يحسن عونهم. كاين اللي كاري، كاين اللي غير خدام شيفور، كاين اللي مولا وليدات، كاين اللي مريض، كاين اللي وكاين حتى الناس المتقاعدين هنايا كاين اللي مخلي له 100000 فرنك، شنو غدير له؟ عندما دير له وما دام الناس هنايا داو لهم البيرميات ما صابش باش يشري حتى كيلو ديال البطاطا 3 شهور، والمره الجايه وجاي يمشي للرباط 6 شهور وما كاين شي خدمه، راه ما كاين لا خدمه لا والو. غير حنا كنخرجوا كاين اللي راه يخدم غير على الليسانس، الا دا كيلو ديال البطاطا لوليداته حوايج طايب ما كاين حاله. والمطالب ديالنا الناس المسؤولين كنطلبوا الله يديروا لنا مع هاد الناس شي حل. راه كاينه هنا عندنا اكثر من 600 هوندا، اكثر من 600 هوندا كاينه هنا وها هما فينا، اكثر من 600 هوندا كاينه واقفه، وخصنا حل.